الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام متواصلين بحضراتكم وبانطلاقة أشواطنا في هذا الصباح مع تحديات وانطلاقة أشواط اللقاية في يوم اللقاء ومع ثاني أيام اللقاية وخامس أيام هذا المهرجان وهذا العرس التراثي الكبير ينطلق. وعلى بركة الله وتوفيق مشاهدينا الكرام رابع أشواطنا مع اللقاية القعدان مع المسافة الأربعة كيلومترات هي الحكاية والرواية. يا من تتابع ويا من تشاهد هذا البث الحي المباشر مع القنوات الرياضية السعودية الذي تنقل لنا ولكم وقائع ومنافساتي وتحدياتي ومعاركي هذا الصباح، نسير إلى البداية لنتابع وتتابعون أول العناوين، أول المندفعين والباحثين عن النوماس وعن الانتصار مع صدارة الشوط. نسير مع اندفاعات ناصر بن هنا اندفاعات ناصر بن غازي بن منصور القرشي يقدم لنا رمز ممثلا لأبناء ميدان الطائف مع صدارة الشوط. بينما المركز الثاني الوصول والقدوم في هذه اللحظات من يحتل مركز الوصافة مع اندفاعات شعاره هنا سالم بن طالب بن محمد آل فهيد المري يقدم لنا الخمري على المركز الثاني. بينما المركز الثالث غير بدوره إلى المركز الثاني وصل وتقدم شعار له بسعد بن طالب بن شريم المري يقدم لنا الحاكم واندفاعات الحاكم من احتل مركز الوصافة. ورابع الأسماء القدوم والتسلل مع اندفاعات مانع بن علي بن محمد الشامسي يقدم لنا الطاير وصل الشامسي مع اندفاعات شعاره. بينما القدوم والوصول في هذه اللحظات وصل وحضر وتقدم فرار بشعار عبد المحسن بن طالب بن علي المري يقدم لنا فرار. نعود بحضراتكم بعد النداء الأول نعود ونتحول إلى بداية الشوط إلى الاندفاع الأول مع تحديات واندفاعات هنا مع صدارة الشوط رمز وناصر بن غازي بن منصور الدين القرشي يقدم لنا رمز مع بداية الشوط مندفعا باحثا عن النوماس وعن المجد التليد ممثلا لأبناء ميدان الطايف وللمملكة العربية السعودية. مع بداية الشوط لازال رمز متحكما متصدرا في هذه اللحظات. بينما القدوم والوصول وصلت الأسماء وصلت الشعارات وصلت هنا في هذه اللحظات الأسماء بزحفها التام وفي جيناتها الأصيلة. بن شريم يقدم لنا اندفاع شعاره مع الحاكم لهود بن سعد بن طالب بن شريم. بينما القادم في هذه اللحظات وصل وفرق الصفوف غير من مركز إلى مركز باندفاع سياف ونايب بن صالح بن علي آل سليمان اليومية أبناء نجران الحاضرين والمتواجدين على المركز الثاني. من القادم وصل في هذه اللحظات وصل الذهبية وصل شعار دنعة شعار أول الأشواط في هذا الصباح فالح بن حمود بن مطلق البلوية يقدم لنا الزعيم واندفاعات الزعيم وحضور الذهبية مع الألف ومئتين. بينما التسلل من ناجي بن مسفر بن صالح العجمي مع الذهب وصل الزلزال في هذه اللحظات. يا سلام زان اللقا زان. نعود إلى أجواء الكيلو الأخير مع رمز مع القرشية يقدم لنا رمز واندفاعات رمز مع بداية الشوط مع الانطلاق الأول ناصر بن غازي
الغازية بن منصور، بن منصور باحثا عن الانتصار، ولكن يا الغرشية لا تامن، وصلت الاسماء، وصل سياف نايف بن صالح اليامية، وصل الذهبية مفلح بن حمود البلوية، ياي من ثلاثية ثلاثية ثلاثية، ابناء الطايف، ابناء نجران، ابناء تبوك، يا سلام يا ثلاثية، يا الامتار الاخير بن جروح، بن جروح ابو عبد الله، وصلوا ابناء المحنة، ابناء الحايل، وصل توقيت فهد بن عبد الله بن جروح الشمري عند التوقيت الاخير، يا ابو عبد الله، يا ابو عبد الله، من يقدم لنا توقيت ورمز وسياف والزعيم، يا سلام يا سلام، يا اللحظات المثيره، يا اللحظات الحاسمه، توقيت يا ابو عبد الله، توقيت يا ابو عبد الله، ورمز رمز يا القرشيه، رمز 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 يا ناصر، رمز يا ناصر، يا ناصر يا ناصر، يا بن غازي، يا القرشيه، لابناء الطايف السلام والتحيه والاحترام، تهانينا والنومات لمالك رمز ناصر بن غازي بن منصور الامدين القرشي، تهانينا والنومات لعلى هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. مشاهدينا الكرام، بينما المركز الثاني شعار فهد بن عبد الله بن جروح الشمري مع توقيت، وثالثا مشاهدينا الكرام شعار اليامي من احتل المركز الثالث نايف بن صالح بن علي اليامي. نعود وياكم مشاهدينا الكرام مع التوقيت الزمني ولحظة وصول رمز قاطعا مسافة 4 كيلومترات في هذا الشوط، رمز وتوقيت رمز 6 دقائق مشاهدينا الكرام ومتابعينا الافاضل، نشاهد وياكم هذه اللحظات، لحظات ونتعرف على التوقيت الزمني ولحظة وصول رمز، 6 دقائق 11 ثانية و81 جزء من الثواني. المركز الثاني توقيت وفهد بن عبد الله بن جروح الشمري 6 دقائق 12 ثانية و44 جزء من الثواني. المركز الثالث سياف ونايف بن صالح اليامي، وتوقيت سياف 6 دقائق 12 ثانية 77 جزء من الثواني. المركز الرابع الزعيم فالح بن حمود بن مطلق البلوي، وخامسا شاهين وشعار احمد بن سلطان بن خليفه بن رشيد السويدي مع شاهين من احتل المركز الخامس. هكذا كانت النتيجه مشاهدينا الكرام لرابع اشواطنا في هذا الصباح، وكان رمز عنوان لهذا الشوط منتزعا نماسي هذا الشوط ومهديا لأبناء ميدان الطايف هذا النوماس وهذا الانتصار. تهانينا والنوماس لناصر بن غازي بن منصور المديني القرشي. هكذا كانت النتيجة، نهني ونبارك لجميع الأخوة الفائزين في سابق الأشواط وفي قادم الأشواط، بتمني لجميع الأخوة المشاركين بالتوفيق والنجاح والمزيد من التقدم.